دخل دخل. وتفضحنا. مرحبا ابو عنتر. مشان قبل ما تباشر عملك لازم اشرح لك الموقف. استفضلي. مو عيب. انا مهددة بالقتل من جماعة مجهولين، نفس الجماعة اللي قتلوا ماما. وكل مدة ومدة بيعملوا لي تليفون بيهددوني بالقتل. طيب وشو السبب؟ هيدا سر بحب احتفظ فيه لنفسي. المهم بدي اياك تكون حريص ويقظ، وخصوصا بالليل. اما الاجر اللي حتطلبه انا مستعد اقدم لك اياه. ها شو قلت؟ كلامي كله مستظبط بدون استخدام، ونحن تحت الخدمة خانوم.